الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا حول جوانب من حقوق الأبناء على الآباء، وفي هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول جوانب من حقوق الآباء على الأبناء. كما أن الأبناء لهم حقوق على الوالدين، كذلك الوالدان لهما حقوق على الأبناء. ما هو الجذر الذي تستمد منه هذه الحقوق وجودها؟ يعني ليش هذه الحقوق؟ لماذا حق الآباء على الأبناء؟ لماذا حق الأمهات على الأبناء وعلى البنات؟ ليش؟ لماذا؟ لم؟ ما هو الجذر الذي تستمد هذه الحقوق منه وجودها؟ هنالك جذران. الجذر الأول هو الجذر الفلسفي. بماذا يتعلق هذا الجذر؟ بأي شيء يتعلق هذا الجذر؟ هل يتعلق بحمل الأم لأولادها؟ الأم حملت هؤلاء الأولاد. هل هذا الجذر يتعلق بفترة الحمل؟ حملته أمه وهنا على وهن، ضعف، حالة ضعف، لأن هذا الجنين اللي موجود في ظلمات ثلاث في رحم الأم، هذا ينهك هذه الأم. هذه القوى والطاقات اللي موجودة في هذه الأم، هذا الجنين يمتصها، يعني دا يكون كيانة على حساب أمه. الأم دا تهدم بدنها لتغذية بدن هذا الجنين. لذلك تشوفون الأمهات اللي يحملون عدة مرات، 10 مرات مثلا، 12 مرة، يصابون بالضعف. المواد الحيوية اللي موجودة في أبدانهم تقل وتضعف. هل هذا الجذر يتعلق بمرحلة الحمل ومضاعفات مرحلة الحمل؟ الجواب كلا. هل هذا الجذر يتعلق بفترة الوضع وآلام فترة الوضع؟
هذه الآلام الهائلة التي تحملتها الأمهات لأولادهن. كثير من الأمهات يموتون، يمتن في هذه المرحلة، أو يصابون بأمراض وأسقام قد تلازمهم إلى آخر فترة العمر. هل يتعلق هذا الجذر بفترة الوضع؟ الجواب كلا. هل يتعلق هذا الجذر بمرحلة الرضاع؟ بس ترضع الأم، قد ترضع وقد لا ترضع، لكن هذه الفترة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، عاميا أقل أكثر. هذه الأم تقوم من نومها في منتصف الليل، أنت إذا نايم واحد يجي يوقظك من النوم، شلون أعصابك تتوتر، شلون تنزعج، شلون تتأذى إلى أن تعود مرة ثانية للنوم، إيش قد تتألم. فهذه الأم في كل العشر مرات، خمس مرات أقل أكثر، كانت تقوم وترضع هذا الطفل وتبدل هذا الطفل عامية أكثر من عامية. هل يتعلق بهذه المرحلة؟ الجواب كلا. هل يتعلق بالنفقة التي أنفقها الأب، اللي هذا عظم هذا الطفل، لحمه، عروقه، أعصابه، مخه، فكره، كل كيانه متعلق بماذا؟ رهين بنفقة الأب. الأب هو الذي أنشأ هذا الكيان وولد هذا الكيان وأنفق على هذا الكيان الجديد. هل يتعلق بهذه المرحلة وبهذه الحيثية؟ الجواب كلا. بعيدا عن كل هذه الاعتبارات، هذه الاعتبارات لها وزنها ولها قيمتها ولها تأثيرها، لكن هذا الجذر لو غضضنا النظر عن جميع هذه الاعتبارات، بعيدا عن فترة الحمل والوضع والرضاع والتربية والآلام اللي تحملها الأبوان والنفقة التي أنفقوها على أبنائهم، بعيدا عن كل ذلك، هذا الجذر جذر ثابت بعيدا عن كل ذلك. شنو ماهية هذا الجذر؟ شنو هوية هذا الجذر؟ الجواب بكلمة: أنت كل كمالاتك الوجودية فرع وجودك. كل كمالاتك الوجودية، شنو عندك من كمالات وجودية؟ العلم اللي عندك هذا فرع وجودك، إذا ما كان عندك وجود ما كان عندك علم. القدرة التي عندك هذه فرع وجودك، إذا ما كان عندك وجود ما كنت موجودا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إذا ما كنت موجود، قدرة ما كان عندك، علم ما كان عندك، هذه الكمالات اللي عندك ما عندك، الأعمال الطيبة التي تقوم بها ما كانت عندك. كل خطوة، كل عمل، كل حركة، كل نظرة، كل كلمة من الكلمات الطيبة والأعمال الطيبة التي تقوم بها فرع وجودك. إذا ما كان لك وجود لم يكن هنالك شيء. جيد، الأب له حق الوجود عليك، الأم لها حق الوجود عليك. طبعا الله ما منه الوجود، ولكن الأب والأم ما به الوجود. الله منه الوجود، الأب والأم به الوجود. لاحظوا الآية الكريمة تعبير في مكان آخر حول المطر، الله يقول فأخرج. من أخرج؟ الله أنزل المطر. من أخرج؟ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من أخرج؟ الله. بمن؟ بماذا؟ بالمطر. ماكو منافاة بين هذين الكلامين. فأخرج، من أخرج؟ الله. بماذا؟ بالمطر. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فمن اللي أنشأك؟ الله. لكن بماذا أنشأك؟ بالأبوين. الله ما منه الوجود، والأب والأم ما بهم الوجود.
فبناء على ذلك مثل المطر في هذه الآية الكريمة إذا تدققون في كلماتها. فإذا الأب له حق الوجود عليك، إذا كل كمالاتك مرهونة بأبيك، كل كمالاتك مرهونة بأمك، كل عمل خير تعمله إلى آخر حياتك، كل صلاة تصليها هاي مرهونة بأبيك، كل حج تحجه هذا مرهون بأمك، كل عمل خير تقوم به هذا مرهون بالوالدين، حتى إحسانك إلى الوالدين هذا مرهون بالوالدين. يعني أنت عندما تقدم خدمة إلى أبيك وأمك، هذه الخدمة لولا الأب والأم هذا توفيق، واحد يخدم أبوه واحد يخدم أمه هذا توفيق. إذا ما كان الأب وما كانت الأم ما كان بإمكانك أن تقوم بهذا العمل، فحتى إحسانك إلى الأبوين، ندقق ملتفت إلى هذه الملاحظة، حتى إحسانك إلى الأبوين هذا في الواقع إحسان من الأبوين إليك. فهل تتمكن أن تؤدي حق الأبوين؟ أب لو أنفقت كل عمرك في خدمة الأبوين ما أديت حقهم، لو أنفق الإنسان كل عمره في خدمة أبيه وفي خدمة أمه ما أدى حقهما، لأن كل خدمة من هذه الخدمات اللي دا يقوم بها هذه رهينة حق الأبوين. فمتى ينتهي حق الأبوين؟ متى ينتهي حق الأب؟ ومتى ينتهي حق الأم؟ ما إلى نهاية. هذا هو الجذر الأول لهذه الحقوق، الجذر العقلي، الجذر الفلسفي لهذه القضية. الجذر الثاني الجذر الإلهي، الجذر الشرعي بعيدا عن هذه القضية. الله الذي هو المالك، الذي هو الآمر، الذي هو الناهي، أمر بذلك، مو فقط أمر بذلك، قضى بذلك، وقضى، القضاء أقوى من الأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول شيء العبادة لله، التوحيد في العبادة. بعدين شنو؟ لاحظ في الرتبة الثانية، في المرتبة الثانية، وبالوالدين إحسانا. من الوالدين؟ لم يحدد. والدين مؤمنين؟ ما في تحديد. الوالدان مؤمنان؟ نعم. مخالفان؟ نعم. مشركان؟ نعم. كافران بالله؟ نعم. حتى إذا الأب كافر، حتى إذا الأب فاسق، حتى إذا الأب فاجر. وبالوالدين إحسانا. الله تعالى في آية ثانية يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. إحسانا وبالوالدين إحسانا، أي نوع من الإحسان؟ لم يحدد في الآية. كل نوع من أنواع الإحسان داخل في هذه الآية. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله كان إلي أب وأم شيخان كبيران، الأب مات والأم بقيت امرأة عجوزة كبيرة في العمر. طبعا تعلمون الآباء والأمهات عندما يكبرون توقعاتهم تصير زايدة، ويعجهم توقعات بعد مرحلة انحطاط في كل القوى، توقعاتهم زايدة، تحمل ما عندهم، صبر ما عندهم، سرعة يستفزون، أخلاقهم تصير مو زينة، كثير منهم طبعا إلا المتوغلون في الإيمان بالله وفي الأخلاق عادة هالشكل. ومن نعمره ننكسه في الخال. فالأبناء بعد ينزعجون من هذا الجانب هالشكل، هذا الأب مريض يتمرض ويوقع بالفراش ويقول لك فتشي بعد دقيقتين يقول شنو سويت، ما يعطيك صبر، يعني يأذيك أو تؤذيك الأم. والابن قوي وعنده قدرة وما محتاج إلى أبوي، فالضعف كل أنواع الضعف من هذا الجانب،
كل أنواع القدرة من هذا الجانب. قبل أيام نقل أنه عائلة كانوا رايحين إلى البحر للترويح، شايفين امرأة عجوزة قاعدة على جانب من البحر على بساط وأمامها براد من الماء قاعدة هالشكل تنظر. خب هذا شيء طبيعي. تمضي الدقائق والساعات لعله وفترة طويلة هالشكل قاعدة ماكو معاها أحد. وبعدين ينتصف الليل مثلا، يتأخر الليل، واحد يجي إلى هذه العجوز من هاي العائلة يقول لها: يمة انت ليش قاعدة هنا؟ قايلة أنه أنا أنتظر ابني، ابني جابني إلى هنا على البحر وراح، قال عندي شغل، أنا أروح إلى شغل وأنتظره. قال الآن انتصف الليل، تأخر الليل، إيش وقت يجي هذا؟ قالت ما أدري. قال عندي شغل، وأعطاني هذه الورقة. يفتح هذا الرجل هذه الورقة يشوف أن الابن العاق كاتب في هذه الورقة: الرجاء ممن يعثر على هذه العجوزة أن يوديها إلى دار الرعاية. انتهى، اترك خليره. هسه قد يكونون يعاملوها معاملة حسنة في دار الرعاية، ولكن هذا القلب المكسور من اللي يجبره؟ عندما كنت تحتاجون إلى هاي الأم استفدت منها، بعدين الآن عندما صارت عجوزة شوية لازم تخدموها، دبها في دار الرعاية. الشكر خلي تروح. هذا انكسار القلب كيف يجبر؟ مو الكلام في الناحية المادية. المهم، فقال هذه المرأة العجوزة: ما تتمكن تأكل، أنا أخذ اللقمة وألينها لها وأضعها في فمها، فم أمه، وتحتاج إلى تبديل ثيابها، أنا أبدل ثيابها، وكذا وكذا. وعندما تنام أخليها في الكاروك، الكاروك اللي أمهاتنا كانوا يخلون فيه، أخليها في الكاروك وأهز الكاروك إلى أن تنام. صار مثل الجهال. الإنسان عندما يكبر، إحنا عندما نكبر صار مثل الجهال، تنكيس، ومن نعمره ننكسه في الخلق. أرذل العمر في آية ثانية. إحنا في يوم من الأيام هالشكل نصير إذا عشنا إلى ذات الوقت. هذه دورة الحياة. المهم، فهل أديت حقها؟ أديت حق هذه الأم؟ وأشياء أخرى أيضا قال في الرواية. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لا، ما أديت حق ولا زفرة واحدة أو ولا أنة واحدة من أناتها حين وضعه. طلقة واحدة ما أديت حقها. فلا ينتهي هذا الحال. لذلك الأبناء حقيقة يجب أن يواظبوا مع آبائهم وأمهاتهم. وعندنا تعليمات في الروايات الكريمة. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول في حديث: اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف. شلون تخاف من الحاكم؟ مو الحاكم العادل، الحاكم الجائر. شلون واحد يخاف منه؟ شلون واحد يهابه؟ شلون يواظب في محضره؟ هكذا واحد يجب أن يواظب أمام أبيه وأمه. شو بعض الشباب يمشي ويا أبوه يتقدم عليهم في المشي، هذا مو حلو من الناحية الأخلاقية، مو لطيف من الناحية الأخلاقية. أنت عندك قوة، هذا ما يتمكن يمشي، يواش يواش يمشي، لا امشي ورا. هذا من الناحية الأخلاقية هو الأفضل. حتى في الروايات: إذا أبوك ضربك، إذا أمك ضربتك، كل شيء تلقى الضربات، كل شيء. حتى إذا ضربك وهو ظالم لك، مو عادل في ضرب، حتى إذا ضربك تحمل هذا الضرب لله ولحقه عليك ولحقها عليك. من نظر في رواية أخرى: لا ترفع صوتك فوق أصواتهما. إذا يتكلم في آية الله يقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وآله. الأب أيضا في هذا الحكم، والأم لها هذا الحكم، صوتك يكون أخفض
من صوتهما، لا ترفع صوتك فوق أصواتهما، ولا يدك فوق أيديهما، ولا تقدم، يعني لا تتقدم، التاء محذوفة الأولى، ولا تقدم قدامهما، لا تمشي قدامه، لا امشي وراهم أو معهم على أقل تقدير. في رواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه إن أبي، يعني الإمام السجاد صلوات الله عليه اللي إحنا على أعتاب وفاته صلوات الله عليه، نظر إلى رجل ومعه ابن يمشي والابن متكئ على ذراع الأب. واحد يروح إلى بعض البيوت يشوف الابن قاعد والأب دا يشتغل، هذا خلاف الأخلاق، الابن قاعد والأب هو اللي يجيب الطعام، هذا خلاف الأدب، خلاف الأخلاق. واحد يجب أن يبادر إلى ذلك، لا يخلي أبوه يشتغل، لا يخلي أمه تشتغل، هو ينوب عنهما، يهديهما بنفسه وماله. الابن كان متكئ على ذراع، المفروض الأب يتكئ على ذراع الابن، مو الابن يتكئ على ذراع الأب. شنو الإمام السجاد فعل؟ شنو موقفه؟ فما كلمه أبي مقتا له حتى فارق الدنيا، ما كلمه، قاطع الإمام. هذا الابن اللي ما إلى أدب، الذي لا تربية له، هذا يجب أن يقاطع إلى أن فارق الدنيا. في رواية على الإمام الصادق صلوات الله عليه، من نظر إلى أبويه نظر ماقت، يعني نظر غضب، واحد يغضب على واحد ينظر إليه بنظر حاد، وهما ظالمان له، مو قضية عادية، لا، ظلماه، فنظر إليهما نظر ماقت، يعني حق العرف هذا، ولكن الشرع لا يقبل ذلك، لم يقبل الله له صلاة. هذا نوع من أنواع العقوق كما في رواية ثانية. هل ينتهي حق الأبوين في مرحلة الحياة؟ لا، بعد الوفاة أيضا لهم حق. أنت الآن أبواك ميتان، الكبار الذين مات آباؤهم وأمهاتهم، الحق مستمر، الحق لم ينقطع. قد يكون الإنسان بارا بوالديه في حياتهما، ولكن يتحول إلى عاق لهما بعد وفاتهما. هذا حق إلى آخر لحظة من حياته، هذا الحق ما بفكاك، ما في منا، واحد مدين لوالديه إلى آخر لحظة من حياته، إذا عليهم قضاء صلوات يقضي صلاتهم، إذا ما يحب يقضي يكلف واحد يقضي صلاتهم، يقضي صيامهم، يحج عنهم، يستغفر لهم. في هذه الآية التي تلوناها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا الحق ما ينتهي، يستغفر لهما، يتصدق عنهما، يبني المشاريع الخيرية بأسمائهما، ايش قد خدمة حقيقة هذه. كل واحد يدخل في هاي الحسينية في هذا المسجد يقول الله يرحم، هل شلون بر بالوالدين حقيقة، من أفضل أنواع البر بالوالدين. النهاوندي رحمة الله عليه له كتاب، اسم هذا الكتاب راحة الروح. في هذا الكتاب ينقل أن عالما من العلماء رأى في المنام موتى، مجموعة من الأموات في عالم الرؤيا، وكلهم فرحانين مستبشرين، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، ويمشون، وأكو واحد يمشي خلفهم شايب، وآثار الكآبة والحزن بادية عليه. فإجا إليه في عالم الرؤيا، هذا العالم إجا إلى ذاك الميت المحزون الكئيب، وقال له ليش أنت كئيب؟ ولماذا هؤلاء فرحين؟ ليش دول فرحانين وأنت كئيب؟ قال في الواقع دول عندهم أبناء، بنات مثلا، أولاد يقدمون لهم خيرات، وأنا ماكو واحد يقدم لي خيرات في هذا العالم، فأنا كئيب لهذه القضية.
قال له أنت ما عندك ابن؟ قال ليش؟ أنا عندي ابن ولكن ما يسوي له خيرات. قال له من هو ابنك؟ قال ابني رجل يغسل الملابس على شاطئ النهر، هذا ابن. استيقظ من المنام، اجى الى هذا الابن، شاف اكو واحد على شاطئ النهر يغسل الملابس، فقال له انت ابن فلان؟ قال نعم. قال له ابوك ميت؟ قال نعم. قال هل تعمل له الخيرات والمبرات؟ قال له لا ما اعمل. ننسى ابائنا، ننسى اجدادنا، ننسى امهاتنا، ننسى جداتنا، تعمل الى خيرات؟ قال له لا. قال لي ليش ما تعمل الا خيرات؟ قال ما عندي شيء اعمل الا خيرات. قال له ولو بشيء قليل، ولو صدقه قليله حسب القدره. واحد عنده قدره يبني حسينيه لابي، خلي يبني حسينيه لابي، يبني مسجد لابي، خلي يبني مسجد لابي. واحد ما عنده قدره، خلي يتصدق بشق تمره ولو بقليل. قال له ما عندي، انا بالقوه اعيش هذه الحياه، بالقوه امشي هذه الحياه. قال له ولو بشيء قليل. اصر عليه، فانزعج هذا الاب واخذ كميه من ماء النهر شالها بيديه والقاها على جانب النهر وقال هذه خيرات لروح والدي. هذا العالم ابتركه. في الليله الثانيه راى الميت في المنام، الميت اللي البارحه كان كئيب، رآه في هذه الليلة مستبشر، فرح، مسرور، وقال له جزاك الله خيرا. قال له كيف؟ قال هذا الماء الذي فعله ابني وصلي. قال شنو قيمة هذا الماء؟ ما هي أهمية هذا الماء؟ قال كانت هنالك سمكة صغيرة على شاطئ النهر، كانت واقعة على الشاطئ ما تقدر تعود للبحر. هذا عندما أخذ الماء وصبها ثلاث مرات، في القضية ثلاث مرات صب الماء، هذه السمكة وجد هنالك مجرى إلى الماء، فانتعشت السمكة وعبر هذا الماء نزلت إلى النهر. هذا أحيا سمكة. الحياة هواي لها قيمة، الحياة هواي مهمة عند الله سبحانه وتعالى. أحيا سمك بهذا الماء، وهذا وصلي، وأنا في هذه الليلة فرح ومسرور، وأنا أدعو لابني هذا اللي يغسل الملابس أن يوسع الله عليه في هذه الدنيا حتى ينتقل من هذه الحالة إلى حالة أفضل، لأن الأموات يدعون للأحياء إذا فعلوا لهم خيرا. يقول ما مضت إلا أشهر وإذا بهذا الرجل تحول إلى تاجر من التجار وثري من الأثرياء. الإنسان يجب عليه، ينبغي عليه، ما دام أبواه أحياء، أمه حية، أبوه حي، أن يحسن لهما بقدر ما يتمكن، أن يتحملهما بقدر ما يتمكن. إذا قبل الإنسان يدي أبيه وأمه هذا قليل، إذا قبل يدي أمه ورجلي أمه ورجلي أبيه هذا قليل، إذا تحمل لهما كل عناء هذا قليل، بمقدار ما يتمكن واحد يخدمهما في هذه الحياة. وبعد الوفاة أطال الله أعمارهم، إذا واحد أبو ميت أم ميتة يحاول أن يتعهدهما بما يتمكن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.